ما سمعتش؟ أقول بعد شوية بنتحطم أنا كمان. كمان ما سمعتش؟ ها؟ الحوار، الحوار في الجحيم شيء، وعلى أرض الواقع شيء آخر. لقد ألفوا لجنة حوار كيفما اتفق، واحترامي الكبير هنا لدولة الرئيس نبي بر الذي أطلق هذا الأمر في تاريخ، بروح وطنية محبة، ثم قذفوا فيها كل ما يختلف عليه، ولم يعرفوا أن للحوار قدسية تتعلق بموضوع الحوار وبالمتحاورين. أقول إذ إن الحوار أساسا يكون بين متحابين سرق بينهما الحسود المحتال كما يقول ابن المقفع، ثم عادا ليرى يا سبيل الرشد. فالحوار إذن هو بين الأصدقاء، أي بين المواطنين الصالحين، فالتفكير المسبق في الحوار يتوجه إلى الصداقة، إلى الأخوة، إلى محو العداوة. والصفة الأساس في الحوار هي للمتحابين وليس للمتعادين من أهل الخصومات. ذكرت ذلك لأعرف مسبقا ما هي موضوعات الحوار، ومن هم الذين لهم حق الحوار، وأذكر ذلك لكي يأتينا الظرف السعيد بأشخاص من أولئك المواطنين الذين يعرفون طعم الكلمة وكيف تدار وكيف يحتكم لتوجهاتها، فلنقع مجددا في السريالية والعماهة ونيران جهنم الحمراء. وبمعنى آخر، طاولة الحوار لا يجب أن تكون انقضاضا على الدستور وسلب المجلس النيابي صلاحياته، فإذا كان الدستور يمنع التصويت وكالة من النائب، فهل يجوز أن نحل محله في أي ظرف كان؟ إن الحديث عن توسيع لجنة الحوار يعني إيجاد مؤسسة موازية لمؤسسات النظام الأساسي، وهذا الأمر يعني أن الطائف الدستور غير قائم طالما أن ثمة حوارا بشأنه، أي اعتبار أن الدولة والنظام معلقان إلى أن يخلق الله أمرا كان مفعولا. نوافق على الحوار ونقيم القيامة إذا طالب كبير بتفعيل أو بإعداد مؤسسة نص عليها الدستور. جرى الحديث في وقت ما وروحية حوار ما عن وزارات سيادية، والمقصود هنا أن في الدولة وزارات كبيرة وأخرى صغيرة، فالمسؤوليات في الحكم ومجلس الوزراء ليست سواسية، أي أن هناك مسؤولين كبارا وآخرين صغار، أي مسؤولين للحكم وآخرين للهتاف والتصفيق وحرق البخور، وهذا إخلال كبير بمنطق الدولة والحكم برمته. أنا أعرف أن هناك لا وزارات سيادية بل وزير، لا دولة الرئيس، لا أعمل لك حساب للي قطعناك فيهم كمان، كلا الحكم والمثقل بالبخور والمدائح. دعوني أن أكون هذا الصوت لأني أتفرس في الوجوه وأقرأ في المواقف، فأجد أن هذه الحكومة تضم مختلف الأطراف السياسية التي يتألف منها البرلمان موالاة ومعارضة، ولن تجد غدا من يحاسبها عن بيانها الوزاري، لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الشخصي. فالسياسيون بغالبيتهم العظمى موجودون داخل الحكومة، والناس على دين ملوكهم. والديمقراطية اليوم أكثر من أي يوم مضى هي على المحك، وأبعد ما تكون عن أصل الديمقراطية الأول، أي سيادة الشعب. أما التعاقد الاجتماعي
أصل الديمقراطية الثاني، فنجده في هذه الحكومة، وقد استحال جهنميا أبعد ما يكون عن الدستور. دولة الرئيس في حين يكرس الدستور ذلك، نجد أن الواقع المعمول به في هذه الحكومة ابتعد عن المبدأ الدستوري كل الابتعاد، وأن الشعب أضحى مجرد أداة في يد المتسلطين يتوسلونه لتدعيم سلطتهم عليه وتأمين استمرارهم في حكمه، ذلك عن طريق تكويل الحكم من فعل خلق وبناء إلى معين مغانم وأسلاب وإلى سلاح انتقام أو استزلام، بحيث يبدو ويغدو هذا الشعب عاجزا عن ممارسة حرياته الطبيعية وعن استرداد أمانة الحكم. تتحدث الحكومة عن الوحدة الوطنية، وأنا أطمئنكم والحكومة تعرف وأنتم تعرفون أن الوحدة الوطنية الحقيقية هي في المقابر الجماعية في هذا البلد. لن ينجز لبنان وحدته الوطنية من خلال حكومة يجتمع فيها ممثل الطوائف، ولا من خلال تفاهمات على توجهات سياسية مشتركة ناتجة عن تسويات تمليها توازنات القوى. بتاريخ 8/12 ألقى دولة رئيس مجلس الوزراء البيان الوزاري، والحمد لله اقتصرت الأضرار على اللغويات والماديات. يا لا أرجوك، خلص الوقت، خلص الوقت يا أبدا. لا 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 فاتك خمس دقايق تانيين يا ولد، بدك تشطبها؟ مش عم بحكي، أنا عم بحكي عن الوقت يا. هذا البيان لم يتضمن، انتبه للوقت بس، عم بقول لك خلص يا عقلي، بتعرف انت خلص يا خلص الوقت، اعطيتك الخمس دقائق. هذا البيان متعطل، ولو اعطيتك إيه؟ ولو مش قدرانين تتحملوا سياحة حدا ينتقدكم لسه كلمة بالبلد. لا 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 ما لها علاقة هيدي، يا ما لها علاقة، ولو ما في انسان عم بعطيه الا على الوقت تماما. اعطيتك خمس دقائق نتيجة الكلام اللي صار ومقاطعة. هذا البيان لم يتضمن لم الجاثمة ولا الناهية وما الزائدة، بل تضمن الحروف التي لا عمل لها، اي المتسكعة وسين التسويف واللام المتزحلقة، وعنوان الحكومة الانماء والتطوير المستلحق في ربع الساعة الاخير. انا بدي اتوقف عن بعض النقاط يا دولة الرئيس المهمة كتير، اللي ما حدا بده يكسر. انت مليون بدقيقتين، الله بعينك علي المرة. يلا يلا يلا. لا لا معلش، دولة الرئيس، دولة الرئيس أرجوك، هيدي ديكتاتورية الديمقراطية عم نعيشها في هذا المجلس. لك مش ديكتاتورية. لا بلا بلا، هيدي ديكتاتورية الأكثرية، ديكتاتورية مش نبيه بري من قال هالكلام يا لنقولا. نبيه بري لا بيهمه ديكتاتوريات ولا بيهمه شيء تاني. أنت بتعرف وبتعرفني من 20-30 سنة، عم بعطي الكلم مكتوب هذا النظام الداخلي بيقول نصف ساعة، عم نتحمل كلام كتير بس يا خيي ما رح اقرا، عم اهلك علي، لك على راسي، عم اقول لك عجلني فيهم بدي اكمل. الحكومة بتقول انه هودي الاخوة الفلسطينية ضد رفض التوطين وبتستدحق الفلسطينيين بالعودة لديارهم. بلا هالرشوة الكلامية للاشقاء الفلسطينيين